اولادنا واخواتنا هم اهم حاجه في حياتنا، وعشان كده احنا موجودين جنبهم النهارده عشان نخفف عنهم. انتوا دايما متعودين تشوفوني في مستشفى 57 357، ولكن انتوا النهارده بتشوفوني في مكان جديد، مكان حلمنا بيه، لان كل هدف بيبدا بحلم. الحمد لله وعدنا ووفينا، وانتهينا من 60 سرير. 60 سرية هيعالجوا مئات ويمكن ألوف المرضى في السنة، كل ده غير دكاترة وموظفين وتمريض وفنيين بيشتغلوا لخدمة ولادنا، وكل ده بمساعدتكم ومساندتكم. وزي ما قدرنا ننتهي من 60 سرير، عندنا حلم كبير وعندنا هدف أكبر، هو 350 سرير، وكل ده عشان خاطر ولادنا. مستنين مساهمتكم، مستنين مساندتكم، بس ما تنسوش لسه المشوار طويل. شكرا لكل واحد ساعد، شكرا لكل واحد ساهم، شكرا لكل واحد دعا لاولادنا دعوه من قلبه بصدق. شكرا للجميع، وبيكم مكملين. احمد حسن، مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدفها الحياه.